بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نصيحتي في دقيقة اليوم إليكم حول أهمية تناول الشاي الأخضر. كثير منا لا يدرك أسرار هذه المادة. الحقيقة جامعات شهيرة مثل جامعة هارفارد كشفت عن أسرار هذه المادة العجيبة. لذلك ونحن في شهر الصيام ننصح بالحرص على تناول الشاي الأخضر. أحبتي في الله، الدراسة وجدت أن تناول الشاي الأخضر، مشروب الشاي الأخضر، يقلل نسبة الموت والموت المفاجئ بحدود 16%. كذلك يقل لدى من يتناول عدد من الأكواب من الشاي الأخضر كل يوم، يقل لديه خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%. وهناك دراسات عديدة جدا أيها الأحبة تبين أهمية هذه المادة في الوقاية من السرطان، في علاج التهاب المفاصل. أنا أقرأ لكم بسرعة أحبتي في الله. علاج مرض باركنسون، فيه مضادات أكسدة طبيعية، وفيه مضادات للفطريات وللفيروسات أيضا وبعض أنواع الالتهابات. هناك دراسة أيها الأحبة نشرت عام 2006 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، تبين أن شرب كوبين من الشاي الأخضر فقط كل يوم يزيد من قوة التركيز الإدراكي لدى الإنسان. وهناك أكثر من 100 دراسة علمية حول فوائد الشاي الأخضر. إحدى هذه الدراسات نشرت عام 2007 في المجلة الأمريكية لأبحاث السرطان، تؤكد وجود مواد في الشاي الأخضر تقاوم التسمم وتقي من السرطان، بالإضافة لدراسات أخرى تؤكد أن تناول الشاي الأخضر يقاوم الشيخوخة ويقي من مرض الخرف ويحافظ على حيوية الجلد. لذلك ونحن نصوم الآن ينبغي أن نستفيد من الفوائد العظيمة للصيام بأن نتناول كل يوم كوبين من الشاي الأخضر، وانظر النتيجة بعد 30 يوما. إن شاء الله ستكون نتيجة رائعة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.